بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردنا حول السحر، هل أثبت العلماء أن السحر موجود؟ طالما أنكر العلماء هذا الأمر وقالوا إن القرآن كتاب أساطير يتحدث عن السحر والخرافات وكذا، ولكن سبحان الله هناك بحث أحببت أن أحدثكم عنه في كلية جامعة لندن بالتعاون مع جامعة بيرنستون الأمريكية، توصلوا لمعرفة أماكن في قشرة الدماغ مسؤولة عن ظاهرة السحر. يعني أولا، ما هو السحر أيها الأحبة؟ السحر باختصار أن هناك قدرة للساحر على أن يعطل مراكز معينة في دماغك مسؤولة عن الرؤية، فتظهر لك الأمور بشكل مختلف عما هي عليه. وهذا حدث في قصة سيدنا موسى عليه السلام، كان لدى السحرة القدرة على إيهام الناس، على سحر الناس، على أن يتخيلوا أن هذه العصي وهذه الحبال أنها ثعابين تتحرك. كان لديهم هذه القدرة الحقيقة أن يخدعوا، يعني نوع من الخداع البصري. لذلك القرآن قال فسحروا أعين الناس، القضية كلها في العين، واسترهبوهم، إذا القضية تتطلب أن يكون الساحر لديه إرهاب لمن أمامه، لديه قدرة على السيطرة على من أمامه، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. القرآن يقول وجاءوا بسحر عظيم، ولكن هذا السحر لا يستمر ولا يضر إلا بإذن الله، وأن الله قادر على إبطاله. يعني ليس له وجود بالمعنى المادي الملموس أن السحر يضرك وكذا، إلا على من يؤمنون به ويعتقدون به، تماما مثل الذي يؤمن بالشيطان أنه قادر على أن يضره، بالفعل الشيطان يأخذه إلى المهالك وإلى الأضرار وإلى الشر. الذي يتوكل على الله ويعتقد أن هذا الشيطان ضعيف لا يضر وليس له أي تأثير، بالفعل هو لا يؤثر في حياتك، ويعني ليس له أي سلطان عليك إلا على الذين يتولونه، الذين هم به مشركون أو هم به مؤمنون أو هم يعتقدون أنه يضر وينفع، هؤلاء يؤثر عليهم. وهؤلاء طبعا يكون إيمانهم بالله ضعيف أو معدوم سبحانه وتعالى. يعني إيمان الشخص بالله، قوة الإيمان هي التي تحدد أن هذا الشيطان يستطيع أن يوسوس لك، أو أن هذا السحر يؤثر بك أو لا يؤثر، حسب قوة إيمانك بالله، قوة اعتقادك بقدرة الله تبارك وتعالى. المهم، الدراسة أيها الأحبة تقول إن العلماء توصلوا إلى معرفة المكان المسؤول عن ظاهرة السحر في الإنسان، وهي القشرة الخارجية لجدار الدماغ. فقاموا بدراسات من خلال جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وقاموا بعمل رسومات لأدمغة عدد من الأشخاص، بيّنت أن مهمة إدراكنا لما نراه حولنا من موجودات لا تقتصر على الجزء الخاص بالرؤية في المخ فقط، بل هناك مناطق أخرى في المخ تلعب دورا في تحديد هذه الرؤية. يعني أحيانا هناك شيء أمامك ساكن، في تقنية ما، في تخيل ما، أو في تأثير ما، يمكن أن تراه يتحرك مثلا، وهذا الأمر فيه خداع لمنطقة الرؤية هنا، أو مناطق محددة في جدار الدماغ. لماذا؟ لأن الحقيقة العين بمفردها لا ترى شيء، العين هي مجرد عدسة وسيلة فقط. العمليات تجري في الدماغ، هناك مليارات الخلايا، بل عشرات المليارات من الخلايا تشارك في عملية الرؤية، في تحليل هذا المشهد. فإذا تمكن أحد من خداعك فأنت ترى هذا المشهد الساكن كأنه يتحرك، أو أنك ترى هذا الشيء مختلف تماما. الآن هنا ماذا فعل العلماء أيها الأحبة؟ البروفيسور نيل لافي ماذا يقول؟ هو رئيس فريق البحث في هذا الموضوع.
يقول إننا ركزنا الدراسة على المنطقة المسمى بالقشرة الخارجية لجدار المخ، وهذه المنطقة مسؤولة عن التركيز، وباستخدام تقنية تعتمد على نقل موجات كهربائية غير ضارة إلى المخ وتسمى التحفيز المغناطيسي أو الحفز المغناطيسي، تمكننا من وقف عمل تلك المنطقة محل البحث، أي هذه المنطقة المسؤولة عن التركيز، في 9 أشخاص ممن أجريت عليهم التجربة. أنا أقرأ لكم حرفيا أيها الأحبة ماذا وجد العلماء عن هذا الموضوع لتدركوا ما هو السحر. السحر ببساطة هو عملية خداع، يعني لكي لا تنخدعوا بهذا الموضوع. طبعا نجح العلماء في أنهم يعني جعلوا هؤلاء الأشخاص 9 لا يلاحظون أي تغير في المنظر المحيط بهم حتى وإن كان التغير كبيرا، يعني أحدثوا تغيرا كبيرا، فمثلا لم يمكنهم رؤية تغيير وجه من وجوه 4 رئيسية على شاشة الفيديو أمامهم، يعني عرضوا أمامهم 4 أوجه 4 أشخاص، فغيروا شخص من هؤلاء 4 وجاء شخص آخر مكانه على شاشة الفيديو ولم يلاحظوا هذا التغيير. عندما سئلوا قالوا لم نلاحظ شيئا، أن هناك شخص ذهب وجاء شخص مكانه، فهذه لم يلاحظوا هذه الحركة أو هذا التغير، مع أنه يعني تغير كبير أن يتغير شخص أمامك يعني وأنت لا تلاحظ. لذلك يعني من أعراض السحر أنك يخيل لك أنك عملت هذا العمل أنت لم تعمله، أو يخيل لك أنك لم تعمل هذا العمل وهو تم بالفعل. فهذه القضية قضية خداع بصري يحدث في القشرة الخارجية لجدار المخ القريبة من الجمجمة. يعني الآن العلماء يقولون إن النقطة المسؤولة عن هذا الإدراك توجد على بعد سنتيمترات قليلة أعلى الأذن اليمنى للإنسان، هنا أيها الأحبة، يعني هنا تقريبا. هذه المنطقة الجدارية هنا هي المسؤولة عن التركيز ويمكن خداعها. طبعا هذه المنطقة يقولون طبعا هي التي يحكها الناس عادة عندما يستغرقهم التفكير والتركيز، يعني إذا وجهت سؤال مفاجئ لشخص يحتاج إلى تفكير تجده يعمل هكذا. فهذا أحد أسرار هذه الحكة التي يقوم بها بعض الأشخاص في بعض المواقف، يريد أن ينشط هذه المنطقة، لأن عملية حك الجلد هنا تنشيط للأوعية الدموية، وكأنها معطلة تتعطل أحيانا فيقوم بتنشيطها من خلال حكها هكذا. طبعا العلماء يعتقدون، الذين قاموا طبعا بهذه التجربة يعتقدون أنها تفسر بطريقة علمية سبب تصديقنا لما يقوم به ممارسو الألعاب السحرية من خداع وحيل، يعني يخدعك بشيء أنت يعني تراه أمامك كأنه حقيقة وهو لم يحدث. فالساحر ماذا يفعل؟ يستغل فرصة تركيزنا بشدة على ما يفعله بيده اليسرى مثلا ليشغلنا عما يقوم بيده اليمنى، فيأخذ تفكيرك إلى يد معينة ثم يقوم باليد الثانية بحيلة معينة، فهذا يؤدي إلى حجب الرؤية عن جدار أو قشرة الجدار الدماغي هنا، ولا يلاحظ الدماغ هذه التغيرات في التي تحدث أمامك، وبالتالي أنت ترى كأنها لم تحدث، يعني يخيل لك أن هذا الأمر لم يحدث وهو حدث بالفعل. طبعا الدكتور جون دنكن العالم بمجلس أبحاث الطب يقول إن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تفيد في علاج الحالات المرضية المتعلقة بقلة القدرة على التركيز والإدراك كما يحدث أحيانا في حالات الإصابة بالجلطة الدماغية. طبعا العلماء ماذا يقولون؟ يقولون في دراسة ثانية لا ينبغي أن تصدق كل ما تراه، يعني الرؤية تخدعك أحيانا، فقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الناس يتذكرون أشياء يعتقدون أنهم قالوها أو سمعوها ولكنها لم تكن قد قيلت أبدا من قبل.
الدراسة التي أجريت في أمريكا أيها الأحبة أكدت أن الناس يمكن أن يتذكروا رؤية أشياء لم تكن موجودة بالفعل. وهناك دراسة طبعا في جامعة ولاية أوهايو يقولون إن ما يطلق عليه الذكريات الكاذبة تحدث بشكل أكثر سهولة مما يعتقد الناس. ذكريات كاذبة، تتذكر شيء لم يحدث، والعكس صحيح، شيء حدث تنساه تماما، تظن أنه لم يحدث. طبعا هنا أيها الأحبة هذه الدراسات لا نريد أن نستغرق فيها، الذي يهمنا نحن علاج هذه الظاهرة. موسى كيف عالج النبي موسى عليه السلام؟ كيف أمره الله أن يعالج هذه الظاهرة؟ أمره من خلال أن يقول كلمات معينة ينبغي أن نرددها ونحفظها. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الآية ينبغي أيها الأحبة، من شعر بإحباط، شعر أن كأن هناك مثلا تأثير خارجي عليه. كثير من الناس يقول لك أنا كسول، لا أعمل، لا أحب، لا أنجز، لا، غير راغب بالحياة، يعني مشاعر كثيرة تشعرك وكأن هناك تأثير خارجي عليك ما بسبب أسباب معينة. من يعتقد أن هناك سحر أصابه، مع العلم أن السحر كما قلت لكم هو مجرد هذه التخيلات وهذه الأوهام، ليس له حقيقة جوهرية أو حقيقة مادية ملموسة، فليقل هذه الآية 7 مرات: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني أنت تؤكد 7 مرات أن الله سيحق الحق ولو كره هؤلاء المجرمون، هؤلاء السحرة، هذا الذي يريد أن يضرك، يريد أن يسيء إليك. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، 7 مرات تخاطب العقل اللاواعي لديك، تتجذر هذه المعلومة في عقلك اللاواعي حتى تصبح عقيدة راسخة عندك أنه لن يضرك ولن ينفعك إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذا السحر لا يؤثر أبدا إلا بإذن الله، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك أيها الأحبة، آيات السحر كثيرة جدا في القرآن، والسحر موجود، وموجود في عصرنا الحاضر، وهو يعني يمكن أن يوجد بدرجات. الحسد موجود، السحر موجود، ولكن بدرجات تكثر أو تقل. لا ينبغي أن نستهين به، لا ينبغي علينا أن ننكر هذا السحر أو نقول إنه مثلا ليس له تأثير. له تأثير، ولكن على من يعتقدون به، على ضعيفي الإيمان. لذلك أيها الأحبة، الإنسان ينبغي أن يقوي إيمانه بالله. الحل أن يكون لديك ثقة عظيمة كبيرة جدا بالخالق عز وجل، وأن يكون لديك يقين أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، مع تكرار هذه الآيات، وهذه عبادة لله. يعني أنت عندما تكرر هذه الآية كم حرف، يعني مثلا أنت عندما تقول مثلا كما قال موسى ما جئتم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الآية 64 حرف أيها الأحبة، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني 640 حسنة، أضرب ب7 سيصبح لديك 4-5 آلاف حسنة بمجرد أن قرأت هذه الآية 7 مرات. ففيها خير وفيها أجر، وهي ستكون نور لك يوم القيامة، وفي الدنيا تمنحك اطمئنانا وثقة بالله، وتدرك أن السحر والشر والأذى كله لا يبطله إلا الله. إن الله سيبطله،
إن الله لا يضيع، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إلى سؤال آخر إن شاء الله قريبا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.